بعد المداولة مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم، أرحب فيكم ومسي عليكم بالخير. أنا أخوكم فيصل الصيخان في حلقة جديدة من برنامج بعد المداولة، برنامج استشارات قانونية مع المحامي الأستاذ محمد الديني. مسي عليك بالخير يا أبو عبد الرحمن. مساك الله بالنور، حياكم الله بمشاري. الله يحييك، شو أخبارك؟ بشرنا عنك. أبشرك الحمد لله، الله أمر تمام. طبعا اليوم يا أبو عبد الرحمن، أول شيء أهنيك، جايب لنا موضوع يمكن الكل مر عليها الموضوع أو الأغلب، ومشاكل كثير تصير بهالموضوع. صحيح. من الأقارب، وأحيانا تكون من الأخوان، وأحيانا تكون من الزملاء أو من ربعك اللي بالعمل، والبعض يأخذها يمكن على حسن نية، يمكن أو شيء بسيط، بعضهم يمكن توهق بمبالغ بسيطة، فزعة. أي فزعة على قولك. يمكن اختصرت أنت الكلام اللي أقوله فزعة. فإن شاء الله الآن طبعا مثل ما عودناكم كل يوم سبت برنامج بعد المداولة يتفضل علينا أبو عبد الرحمن مشكور، يجيب لنا قضايا واقعية من ملفاته، من القضايا اللي وقف عليها بنفسه سواء أو من أحد من ربعه، لكن كلها واقعية، ما في شيء مهب أو واقعي. صحيح يا أبو عبد الرحمن؟ صحيح طبعا. وكل قضايا أنا أجمال، أنا أحاول دائما أجيب القضايا اللي هي تلقاها شائعة. يعني في بعض القضايا فيها تفصيلات أنا بعد عنها. ممتاز. بس الأشياء اللي تكون شائعة ومتكررة وكثيرة حنحاول نعالجها يعني. طيب ممتاز. مثل ما عودناكم النص الأولى بتكون نقاش عن القضية اللي عندنا اليوم، نتكلم فيها ونشوف وش الأبعاد وليش صار كذا وش الحكم المحكمة، والنص الأخير إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم. بعطيكم إن شاء الله أرقام التواصل، تقدرون تستفسرون عن فيما يخص القضية أو قضية اليوم أو أي شيء حولها أو مشابه لها. طيب أبو عبد الرحمن تفضل، عطنا القضية اللي عندنا اليوم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنسميهم برضو خالد وصالح. خالد اشترى قطعة من أرض، قطعة أرض من صالح، واتفقوا أنه يكون سعرها 500,000 ريال. ممتاز. بس خالد ما عنده كامل المبلغ، قل له ما عندي إلا 200 أبعطيك إياها، والباقي أعطيك إياها على دفعات، يعني 100,000 كل فترة وكذا، وأن نوقع عقد ونلتزم وكل حاجة. قال له أوكي صالح ما عندي مشكلة، ولكن في شرط انك تجيب لي كفيل. حلو. في المبلغ المتبقي. قال خالد ابد ما في مشكله. فورا اتصل، هو جالس على صاحبه عبد الله صديقه، عشره عمره وياه، قال بتكفى فزعتك. قال له خير؟ قال له ابغاك تكفلني وكذا. قال له ابشر ولا يهمك الان اجيك. المهم حضر، وقع العقد، تم تحديد الالتزام فيه متبقي 300,000 كل 3 شهور تسدد. ممتاز. دفعة. وقع العقد معاهم عبد الله كضامن أو ككفيل لخالد. حلو. بعدين استمرت الأيام، أخذ خالد الأرض وكذا. بعد 3 شهور طلب صالح من خالد. طب معلش بس هنا أبو عبد الرحمن، تم الإفراغ؟ إيه خلاص تمت البيع. إيه بقي المبلغ خلاص. أوكي. المهم طلب الفلوس، قال له أبشر إن شاء الله بسددها. مرت 3 شهور الثانية، مرت 3 شهور الثالثة، نفس النتيجة، ما في أي سداد. فجأة خالد اختفى، غير أرقام تليفوناته، دور عليه ما لقي، سأل عنه في عمله قالوا فصل. خالد اللي اشترى الأرض من صالح. أيوة. ممتاز، اختفى خالد ونقل من المدينة كلها، من البلد كلها، وما حد يعرف عنه شيء. المهم رفع صالح، اضطر يلجأ للكفيل، رفع دعوى على عبد الله يطلب من عليه، يطلب منه السداد مبلغ 300,000 بحكم انه كفيل. بحكم انه كفيل. ممتاز. عبد الله تفاجأ، حضر المحكمة، سألوا القاضي عن رده في الدعوى، هل انك كفلت المدعو خالد في المبلغ الفلاني والتوقيع توقيعك؟ قال نعم كفلته، وفي باقي المبلغ. نعم. يعني هنا يوم راحوا المحكمة اعترف، ما قال شيء، ما يقدر يقول غير كذا، لكن يقول أنا ما لي ذنب وما لي صلاح، أنا كفلت وفزع أنه صاحبي طلب مني هذا الطلب واستحيت منه، ما حبيت أرده وطلب على حسن نية. أيوه. قام طلب من القاضي أنه يعطيه فرصة يجيب خالد
وندخله في الدعوة. القاضي قال له أنت كفيل؟ قال له نعم. حكم عليه بأنه يسدد مبلغ 300,000 لصالح. دور ما لقيه، دور عبد الله عن خالد وكان يتهرب منه. المهم جاء صالح يبغى ينفذ الحكم على عبد الله. حضر عبد الله قال لهم والله أنا ما عندي ولا أملك هذا، ما أملك فلوس، ما عندي حاجة. ممتاز. وأنا موظف وراتبي بسيط وما عندي إمكانية أسدد مبلغ كبير زي هذا. فتم التنفيذ عليه ودخل عبد الله السجن. طيب أبو عبد الرحمن، عندنا تفاصيل كم حكم أو بس هو ألزم؟ لا ما حكم بعقوبة، حكم للسداد. سداد ما عنده وقت فلوس. ما تسدد تطلع. وقت ما تسدد تطلع، هذا حكم التنفيذ. طيب يعني تنفيذ الحكم. طيب الآن القضية قبل أن ندخل بالأسئلة انتهت؟ انتهت. طيب بكل بساطة نختصرها اللي ما فهم القضية. خالد جاي يشري قطعة أرض من صالح بمبلغ 500,000 ريال. خالد ما عنده كامل المبلغ، ما عنده إلا 200، سدد قال هذه خالد ال 200 واصبر علي أو بقصد عليك 300,000 على أساس 100,000 كل 3 شهور أبسدد لك إياه. قالوا طيب وسووا عقد البيع اللي بينهم، لكن صالح قال عندي شرط، المبلغ المتبقي يجيب أحد يكفلك فيه، الواحد ما يضمن الدنيا ولا. صحيح. قام صالح كلم أو عفوا خالد اتصل بعبد الله اللي هو على قولهم رفيق العمر، قال له تعالي بحلالة بيك تكفلني ب 300,000 أنا شريت أرض. قال أبشر. فزعلوا وراح وسوى العقد وتسجل عبد الله انه هو الكفيل الضامن. يوم جاء وقت السداد طبعا تم الافراغ وخلاص صارت الارض ملك لخالد. يوم جاء وقت التسديد قام يتصل صالح يبي المبلغ المتبقي له. نعم. الدفعات. قام خالد ما يرد عليه، قعد فتره يحاول يوصل له. خالد ترك الديره اللي هو فيها واختفى وغير ارقامه، عجز يوصل له. قام صالح اتجه لعبد الله، او انه مباشره يمكن ما راح لعبد الله، راح على طول رفع دعوى المحكمه، رجعوا للاوراق والعقود. عبد الله هو اللي ضامن او كافل خالد، قالوا تعالي عبد الله. نعم. عبد الله قال انا ما ادري، على حسن نيه وفزعه وراتبي ما يوفي ولا اقدر اسدد، فصدر حكم عليه بالسجن حتى سداد المبلغ. مضبوط. هذا بكل اختصار قضيتنا اليوم، ويمكن ناس كثير مروا بهالشيء سواء في سيارات في اراضي في ايا كان في مبالغ في كل شيء. طيب والحاله هذه اسمها الكفاله. طيب. كنت بسالك وش اسمها اسمها الكفاله. كفالة. او الضمان. طبعا هي في فروقات بينها بالتعريف، طبعا بين القانون والشريعه. نحن بحكم دستورنا الشرعي في المملكه حنتناول الجانب الشرعي عشان نطبق حالات على قانوننا وعلى وضعنا. ممتاز. على نظامنا. ممتاز. طب ابو عبد الرحمن هنا يعني الحكم اللي صدر على عبد الله، نعم، طب ليش ما راح يدور عن خالد وعبد الله؟ يعني بهالحاله اوكي هو كفيل، بس هل يعطى فرصه انه يبحث عنه مثلا فرصه معينه، ولا خلاص لا لابد يصدر الحكم لانه واضح النيه من البدايه انه خالد على قولهم هج وراح؟ اي لا خليني اقول لك شغله. اول شيء الضمان يعني ايش؟ اول حاجه يعني اني انا اضمنك. ايش معناها؟ معناته اني اضم ذمتي الماليه الى ذمتك، بمعنى اتحمل ما عليك من التزام. هذا الضمان او الكفاله اللي هم يسموها باللغة يعني الدارجه الغرم او الاداء، اني انا ادي عليك اغطي عنك اذا انت ما جيت. هذا معناته بكل بساطه يعني ادفع ماليا التزامات المالية. يعني بالعربي اي التزام عليك في هذا الشان انا اسدده. ممتاز. طيب الكفاله الثانيه الحضوريه، هذه التزم اني احضرك بشخصك فقط. طبعا حنتناول ايش التفاصيل المعينه في بعد شويه، لكن خليني اقول لك انه النتيجه اني انا مفروض اذا كفلتك مات انا عندي القدره والملاءة اني اسدد عنك. ممتاز. طيب. يعني ايوه، فلما نكون متضامن معك او ضامن لك اصبح من حق الدائن او الشخص اللي يطالبك انه يرجع عليك او على المدين او عليكم الاثنين. طيب انا استنتج من كلامك ابو عبد الرحمن، اذا واحد من ربعي يتصل علي وقال تعال اكفلني، اول شيء اتاكد هل انا اقدر اغطي الالتزام اللي بكفله فيه ولا لا، لانه هذه نقطه. اي احط في بالي انه متوقع انه ما يجي ما يصدق ايا كان. نعم. طيب هنا يمكن عندي سؤال، لا قدر الله في حال الوفاه. ممتاز، سؤال حلو هذا، لان انت الان اذا ضمنت ماليا او عفوا اللي هي كفاله السداد اللي هي الضمان لا تسقط بالوفاه،
اللي توفى يعني لو قلنا خالد توفى عبد الله ملزم بالسداد. ملزم لأنه أنا ليش الحين مثلاً أنا ليش أجيب كفيل؟ أجيب كفيل عشان أنا أتكلم كدائن، ليش أطلب كفيل؟ أطلب الكفيل عشان أضمن السداد في حالة ما سددت الشخص الثاني يسدد. ممتاز. وفي حالة تعثرك أو في حالة وفاتك. طيب عبد الله يوم راح للقاضي وقال له أنا والله جيت فزعة والرجال ذا صاحبي وعشرة بيننا وذا، يعني ما يكون السبب ذا مقنع، يعني التبرير هذا ما يكون مقنع للقاضي أو شيء أبدا يعني. هذا تبرير طبعا أكيد غير مقنع، ما يؤخذ فيه أبدا، لأنه هذا تصرف قانوني. هذا عقد، هذا تصرف قانوني. إيش معنى ما في شيء اسمه فزعة؟ في شيء اسمه أقدر أسدد، أو في الحالة الحضورية أقدر أحضر الشخص هذا. طبعا أنت قلت لي بالوفاة صح؟ صحيح. في حالة الكفالة الحضورية تسقط بالوفاة. طيب دائما نسمع يا أبو عبد الرحمن كفالة حضورية كفالة ضمان. نعم، كفالة غرم وأداء يسموها. أي أو غرم وأداء، هذا يمكن الاسم الشائع. أو حضورية. نعم. يعني وش الفرق بينهم؟ الفرق الضمان أو الكفالة الغرم والأداء أني أضمن أو أكفلك في سداد المبلغ أسدده، هذا غرم وأداء. نعم، ولا تسقط اللي هي يسموها الضمان. الضمان ولا تسقط في أي حال بالوفاة. لها حالات تسقط فيها ولا ما في؟ اللي طبعا لها حالات. طيب نرجع للحالات أبدا. طيب الحضورية، كفالة الحضورية التزم بأني أحضرك، هذه عادة تصير في مشاكل أقسام الشرطة وشي زي. أيوة، لكن في مصيبة وهي إذا ما قدرت أجيبك. تفضل مكاني. تفضل زمات عليك، مو تفضل مكاني، ما التزمت أنا فيه تدفع أنت، تتحول إلى غرامية. يعني الحضورية مجرد حضور. لا، لكن لو توفيت، لو توفى في الحضورية المكفول اللي هو المكفول تسقط الكفالة خلاص. الحضورية نعم، يعني أنا لو كانت كفالة حضورية في المبلغ وتنتهي بين خالد، عفوا وتنتهي إذا جبته، يا أنك تجيبه يا أنه يموت. لكن المشكلة إذا أنت ما جبته. يعني عبد الله وخالد لو كان العقد اللي بينهم أو الكفالة حضورية كان ما عليه أي التزام عبد الله. لا، بس هنا الرجال هارب، لو كان موجود يقدر يجيبه. أوكي، بس هنا الكفالة كفالة مالية يعني. يعني مثلا سقوط الكفالة لها عدة طرق، يعني أنك أنت تسدد أو يبرئك الكفيل. ممتاز. طيب الحضورية عرفنا. عفوا الدائن. الدائن أي يقول خلاص أنا تنازلت مثلا. أي أنا الموضوع هذا. أي نعم. فدائما الكفالة الناس تستهون فيها كفزعة أو كحية من بعض، بعض الناس يستحي ويتورط في مبالغ لا طائل له، لا ما يستطيع سداده. طيب حنا نبي نتطرق هالموضوع عقب الفاصل، بسألك عبد الرحمن، يعني الواحد إذا بتكفل واحد وش الأشياء اللي المفترض إنه التزامات اللي علي أو وش زين. لكن خلنا نطلع لأول فاصل ومتواصلين معكم في برنامج بعد المداولة، خلوكم معنا. بعد المداولة مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني. يا هلا ويا غلا فيكم، حياكم الله من جديد، متواصلين معكم برنامج الاستشارات القانونية بعد المداولة مع المحامي الأستاذ محمد الديني. قضيتنا اليوم تتكلم عن الكفالة، وناس كثير يمكن تعرضوا المشاكل بموضوع الكفالة، يكفل سواء أحد من أخوانه أو يكفل أحد من ربعه أو زملاء. وقضيتنا اليوم تتكلم بكل بساطة عن أنه خالد بيشري قطعة أرض سعرها 500,000 وما عنده كامل المبلغ، بيشريها من صالح، قال أبعطيك يا صالح 200,000 وسدد الباقي 300,000 على دفعات كل 3 أشهر 100,000. قال ما عندي مشكلة صالح، لكن جيب أحد يكفلك، اتصل برفيق دربه أو زميله صديقه خالد عشرة عمر بينهم، عفوا عبد الله، قال يا عبد الله تعالى بيك تكفلني ب 300,000 ريال تسديد باقي المبلغ. قال عبد الله أبشر. الرجال دق على صدره وراح وسوى العقد وصار هو الكفيل. ويوم جاء وقت التسديد صالح يتصل على خالد ما يرد عليه، مرة مرتين ثلاثة سأل عنه، قفل جوالاته وغير الديرة، راح نقل من المدينة اللي هو موجود فيها. فاضطر صالح انه يرفع دعوة وجابوا الكفيل اللي هو عبد الله. عبد الله طلع على حسن نية، قال انا ما ادري، انا فزعت للرجال وراتبي ما يكفي، فصدر الحكم انه يسجن عبد الله.
طيب كان عندنا سؤال مهم يا ابو عبد الرحمن، انه اذا جيت انا مثلا اتصل علي واحد قال تعال بيك تكفلني، وش المطلوب مني انا؟ اولا اتاكد اذا كانت كفاله ماليه طبعا، اضع في اعتباري اني انا اقدر اسدد المبلغ، يعني باختصار انا اقدر اسدد 300,000 اكفل في 300,000، اقدر اسدد مليون ممتاز اكفل في مليون، ما يصير راتبي 3,000 زي اخينا واكفل في مبلغ 300,000، من فين بتجيبه؟ هذه نقطه، لانك لازم تعمل اعتبارات، يعني المطلوب انك يكون عندك يعني شويه وعي، اعرف يعني ايش كفاله. انا حوقع عقد الان او حكفل شخص او حوقع التزام على نفسي، فبالتالي لازم اتاكد انه ما سيترتب علي في أسوأ الاحوال، في حاله الوفاه ملتزم، في حاله ما سدد فانا ملتزم. عشان كذا في القضايا دائما يشترط الملاءة. ايش الملاءة؟ ايش يعني ملاءة؟ ملاءة الكفيل، يعني انت مثلا موظف راتبك 3,000 وصار عليك التزام وانا ابغى كفيل، من يضمنك تسدد؟ اشترط عليك كفيل يكون عنده فلوس يستطيع السداد. مين اللي يشترط؟ الدائن. الدائن مو بالنظام. أيوه. النظام لا 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 طبعا ممكن. في النظام اذا كانت هناك قضايا منظورة وطلب فيها احيانا بعض القرارات او بعض الاقرارات المستعجلة او بعض الاجراءات المعينة، يطلب كفيل يشترط فيه الملاءة. طيب ابو عبد الرحمن، من فترة الان طبقوا نظام، انا ما اعرف عن طريق الاراضي بس اعرف السيارات، كانت ما زال النظام الان اذا مبلغ السيارة في البيع والشراء تجاوز 100,000 ريال يقول لك لازم شيك مصدق. أيوه. يرفق مع المعاملة على اساس نعم. يتاكدون تم السداد. الاراضي ما يلزمك في وقت الافراغ انك تثبت انك استلمت كامل المبلغ؟ في الاراضي معروف لازم يسدد، لازم يثبت في الصف. طب هذول علي اساس سووا عقد بس كيف افرغ ذا؟ الحين عليه دفع له 200,000 وافرغ شلون؟ لا ممكن يقول ممكن يكون مؤجل عادي ما في مشكله، يعني لو جيت وقت الافراغ وقلت والله أيوة. انا استلمت 200 وباقي 300. اي بس ما يكتب انه انا استلمت المبلغ كامل حد الوقت، اذا انا قصدي انه يثبت استلام المبلغ بالكامل. اقصد انه وقت الافراغ ما يخص أيوة. الجهه الحكوميه. وبعدين عندك حاله حتى لو ما افرغ على فكره اذا البيع تم وصحيح وما افسخه الزم الكفيل، لأنه البيع أصلا عقد. يعني ما تعتبر غلطة الإفراغ. على فكرة الإفراغ هو إجراء رسمي لإتمام عقد صحيح تم. هذه نقطة مهمة ترى، يمكن الناس بس عندهم البيع هو الإفراغ. لا يعني أنا لو عندي عقد والصك ما زال باسمك أقدر أقاضيك؟ طبعا. طب ما سددت لي المبلغ، يعني في أقدر أمسك عليك شيء، أقدر أفسخ العقد وأقدر أمضي العقد. يعني في فرصة أنه ما تتم ممكن، لكن بعد نقل الصك باسمك يعني أحيانا في بعض حالات أنا أقول لك أبغى أبيع الأرض بخلص منها وأبغى فلوس وإنت جيتني صيدة وأبغى تشتري، ألزمك بالمبلغ، ليش ألزمك بأفسخ العقد؟ فهمني؟ فالشغلة هنا يعني حساسة شوي. طيب أبو عبد الرحمن، الآن عبد الله انسجن وراتبه 3,000 أو 5,000 أو أيا كان، ومطالب بمبلغ 300,000 ريال. نعم. طب وش بيقعد طول عمره بالسجن يعني؟ لا خلنا نقول لك إيش المفروض يسوي عبد الله. أوكي. عبد الله الآن النظام يكفل له رفع دعوة على خالد. وهو بالسجن يقدر يسوي ذا ولا يوكل أحد؟ يقدر. يقدر يحضر. طبعا يقدر يحضر في المحاكمة. ممتاز. ويقدر يوكل أحد. من حق له يرفع يرجع على الشخص اللي كفله في المبالغ اللي هو كفله فيها. واضح. أوكي. هذه دعوة جديدة الآن تعتبر. دعوة جديدة. ممتاز. لكن ليس لها علاقة باللي صار. لها علاقة إنه أنا إنسان تسددت عنك وأخذ وألزمك بالسداد. ممتاز. بس. طيب أنا رفعت دعوة. يعني بتأخذ لها وقت وبتأخذ لها يعني. وبيشوفون خالد وين وما يلقون خالد، وطلب أول وطلب ثاني، هذا كله أنا بالسجن ما عندي إيش. يعني ما عندي إلا أرفع دعوة. ما شوف. ثاني. مسألة الإطلاق السراح للمدين. هذه مسألة لها علاقة بال يعني ممكن القاضي يعطيه مهلة. طيب ممكن يعطيني مثلا القاضي ممكن يطلق سراحه بمهلة، ممكن يعطيني سنة انه انا اسدد انا كخالد عفوا كعبد الله مسجون، ابى اجيب من يكفلني؟ شوف بكمل الان موضوع الكفالة. ابى اجيب انا كعبد الله، انا سجنت اني كفلت واحد. نعم. فانا طلبت مهلة سنة اسدد فيها المبلغ. نعم. وابى اجيب واحد يكفلني على هالموضوع، هل يرجع للقاضي هالموضوع ولا؟ طبعا في مادة في نظام المرافعات الشرعية تجيز للقاضي إما إعطاء مهلة أو إطلاق السراح بشروط أو إعساره إذا ما عنده فلوس،
لا يمكن سداد المبلغ. طب لو جبت صك الأسارة اللي أنا ما عندي يعني في القضايا الحقوقية ما في شيء اسمه سجن مؤبد يعني، لازم يكون لها حل. طب لو جاب صك ولا صك عسار؟ اي فصلوا مثلا سجن 3 شهور ما داوم وش داره انه مسجون، قالوا خلاص انت مفصول. شوف الاعسار هو حالة يعني، الاعسار هو حالة، هل هي حقيقية ولا لا؟ يعني لا يمكن يستمر في السجن وانت ما دفعت وانت ما عندك فلوس، فيما يتحقق القاضي انه ما في فلوس يحكم بالاعسار، ما في اي مصادر دخل، ما في. ممتاز. لو حكم اطلع انا كعبد الله طبعا تطلع. وخالد وش ذنبه؟ راحت فلوسه وما في عفوا صالح عفوا ما عنده فلوس. طيب الاعسار هذا موضوع ثاني، موضوع جدا مختلف عن موضوع. حط بالك يا عبد الرحمن بنناقشه، نناقشه في حلقه، نسوي له حلقه. ليش؟ لان الاعسار موضوع باي حق، مو بس في الكفاله. اي سجين مدين نتكلم، اي سجين عليه فلوس، مساله الاعسار مساله مختلفه تماما. اذا رجل ما يقدر يسدد، وثبت شرعا وواقعيا للقاضي ان الرجل هذا غير قادر على السداد. والله شوف انا عشان لا نطلع موضوع اليوم، بس انا عجبتني موضوع الاعسار ده بتكلم، لانه اذا انا انسان مثلا ما عندي شيء زين، ولا عندي دخل ولا شيء، ومرتب معك انت مثلا انه انت تشتري ارض نفس القضيه هذه، وباقي مبلغ 300,000، واجي انا وعلى اني كفيلك واكفلك قدام اللي انت شريت منه الارض، وانت تختفي وانا ما عندي شيء، قدم علي واثبت انه انا. فهنا في خلل يعني، شلون انت جبت كفيل يعني انا كصالح مفترض انه انا اللي ببيعك الارض، هل من حقي انه لما تجيب انت كفيل اقول لحظه تعال الكفيل انت جيب لي تعريف راتب من العمل، انت وين تشتغل، وش عندك وش ما عندك؟ المفترض اني زين كذا. احسنت. هذا موضوع جدا مهم وجدا خطير، وفعلا انت الان تكلمت عن نقطه بس بطريقه غير اللي بوصل لها انا، انه اشتراط الملاءه. يعني انا ما اقبلك تكفل في مبلغ كنظام، انا اتكلم ما اقبلك الا اذا كنت تستطيع فعلا الكفاله. ممتاز. وتستطيع الكفاله بهذا المبلغ، يعني ما يصير تجيب واحد. ترى على فكره في حالات، في ناس في السجون تلقى راتبه بعضهم ما يشتغل، يكفل في قضية بعشرة مليون أوف خمس. نعم وهو ما يشتغل. نعم ما يشتغل، هذه مرتبة متسبب خلاص يعني، شكلي الرجل شكلي جاء وكفل يعني بالعربي مطبوخ. أيوة يعني لا يعني الرجل ما عنده شيء يخسره باختصار. كويس. وإذا دخل السجن دخل السجن، لكن إذا جيت تكلمت على أنه أنا بكفل مثلا خلينا نقول زي قضيتنا في 300,000، لازم الكفيل هذا أقل شيء أقدر أستقطع من راتبه يكون راتبه 30. وهذا اللي تزينه الشركات مثلا، أو تاجر له اسمه في السوق له طريقته، بالتالي اشترط النظام على الشخص انه يكون يعني. انت هذا مطبق في الشركات الان في مسألة الاقساط الشهرية السيارات ولا شيء، لكن انت تتكلم على حالة الكفالة بصفة عامة، ايش الضوابط اللي هي مفروض تصير، ايش النظام اللي مفروض يتخذ في هذا ليش؟ لانه هذه صارت الان عندنا شائعة كثير، اضافة لان الناس عندها نخوة وعندها فزعة وما هي عارفة ايش قاعد تسوي. يعني أنت الآن لو أجي أقول لك يعني الآن الناس توعت لما صارت في حالات في السجن وصارت في حالات كثيرة، يقول لك المسألة ما هي مزح، مسألة أنه هذا الشخص افترض يا أخي مات، افترض صار عليه أي مشكلة، إذا خلاص معناته أنا فزعت أفزع للأخير أدفع يعني. طيب عندي سؤال قبل أن نطلع الفاصل وبعدين استقبل الصلاة. طبعا. إذا كانت الكفالة حضورية اللي تمت في القضية هذه. نعم. زين، وكان دور عبد الله أنه يحضر، السؤال هل يلزم القاضي أنه يدفع حتى لو حضر خالد؟ كفالة حضورية تسقط بإحضاره خلاص، يعني حتى لو مسافر أروح أعلمهم أقول ترى موجود هنا يجيبونه أنت موجود. لا تجيبه يحضر في عند الفيلم. طيب لو ما حضر خالد وأنا كفيل حضوري وش يصير؟ تحول إلى إذا ما جبته تحمل التزاماته، ترجع كأنها كفالة غرم أداء، تتحول. والله لو تسألني أنا عبد الرحمن يعني الحمد لله ما مريت في هالشيء، لكن أقول لك تريح راسي، لا أكفل أحد ولا أحد يكفلني، هذا أريح. أيوه يتخوف الشغلة ما هي سهلة يعني، إلا في حال وجود مثل اللي زينوا الشركات الآن موظف حكومي، حتى الشركات ما يقبلون من قطاع خاص، يقول لك خوف موظف حكومي وتعريف راتب ويكون على مرتبة مثلا أو له كم سنة بالعمل يضمنون. بس خليني أقول لك إياها من جانب آخر، يعني حتى لو الراتب يسمح تأخذ من رزقك ورزق أولادك مثلا؟ لا هو قلت لك موضوع الكفالة يخوف يعني. أنا لا يعني أنت الآن افترض أنت تقدر مثلا الشركة أو الجهة قبلتك كفيل،
انطبقت عليك الشروط. ممتاز. طيب ما سدد صاحبك، ايش تسوي؟ يروح من راتبي. عندك استعداد؟ هذا السؤال. اوكي، لازم يكون عندك الاستعداد انك تضحي من مالك، تخسر من مالك. عشان كذا قفل الباب وريح راسي. ايوه، لا اكفل احد ولا احد يكفل. ايوه، الكفاله، الكفاله امر ما هو سهل، ما هو بسيط. تكفل احد انت يا ابو عبد الرحمن؟ انا لا. اكيد اكيد، ترى ابو عبد الرحمن وانا لا احد يجينا من اليوم رايح. طيب الان بنطلع الفاصل، لكن خلينا اذكركم برقم التواصل، تقدرون تواصلون معنا على الرسائل STC 84770 موبايلي 640 660 وزين 746262. ارسل سؤالك وبقرا لك اياه على الهواء مباشره ان شاء الله، او تقدر تتصل علينا اذا عندك اي سؤال مع ابو عبد الرحمن على 012 61 61 100 او 011 217 85 85. بعيد الارقام، 012 61 61 100 011 217 85 85. ان شاء الله عقب الفاصل نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم فيما يخص الكفاله في حاله يوم القضيه اللي تكلمنا عنها، انه واحد شرى ارض ودفع مبلغ وتبقى عليه 300,000 وجاب كفيل وبعدين اختفى وانسجن الكفيل، او حالات مشابهه فيما يخص سيارات، او اي استشاره تحبون تسالون عنها فيما يخص النظام القانوني. طالعين الفاصل وراجين، خليكم معنا برنامج بعد المداولة. بعد المداولة مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني. يا هلا ويا غلا فيكم، متواصلين معكم برنامج بعد المداولة مع المحامي الأستاذ محمد الديني، وتكلمنا عن قضية اليوم اللي هي عقد الكفالة والضمان، والفرق بين كفالة الأداء والغرم أو الكفالة الحضورية. ونذكر برقم التواصل على STC 84770 موبايلي 640 660 وزين 746262. ونرحب بعد باتصالاتكم على 012 61 61 100 أو 011 217 85 85. أبو عبد الرحمن، قبل لا نأخذ اتصالات سألك عن الصوت المطرقة ذا اللي بالمحكمة، استخدم عندنا؟ لا لا ما عندنا، لا ما عندنا. هذا مأخوذ من برا شكله كذا. طب في شيء ثاني بعد يا عبد الرحمن؟ اللي تلبسون المحاماة هذا، البالط والأسود أو شيء؟ والله ودنا بس ما يستخدم؟ والله الأشياء هذه ما عندنا. والله ودنا نسوي شو شوية في المحكمة. الله يعطيك العافية. طيب ناخذ اتصالات كنترول، جاهزين؟ يلا. ألو. المطرقة اللي في المحكمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أبغى أشارك، أبغى أكلم المحامي الله يبارك. طيب اكسر على الراديو لو سمحت، لأني ما أسمعك إذا الراديو يشتغل. نعم. اكسر على الراديو، اكسر عليه، قفل الراديو. طيب طيب طيب. نتعرف عليك. حسن المالكي. من وين تكلمنا أخوي حسن؟ من مكة المكرمة. تفضل، يسمعك أبو عبد الرحمن. يا أخي أنا كفلت واحد. أيوة. وسجلنا الشيخ لمدة سنة معي أنت؟ أي معاك، أسمع. فبعد سنة استقطع من راتبي كله 3000 ريال، أخذ ثلث الراتب اللي هو 1260 ريال. أيوة. فحاولت اقنع الشيخ اني يسرني بعد السنه هذه فرفض، صار يدفع لي من راتبي يمكن حدود 1800 ريال. ما حصلت ولا حل مع الشيخ، ما حصلت ولا حل. يا اخي وش اسوي؟ كفلته في كم انت؟ كم المبلغ اللي كفلته؟ كفلته 200,000. والمشكله الهادم يا محامي انه راتبه 24,000 وانا راتبي 3000 ريال، وبلغت القاضي بالكلام هذا، قلت له يا شيخ راتبه 24,000 وانا راتبي 3000 ريال. طيب انت ما لقيت يعني يسدد هذا مكفولك؟ يسدد اللي انا كفلته؟ لا ما هو مش ولا كفيل، ما رضي يسدد. طيب ما رفعت عليه دعوه؟ ما قدرت ارفع. يقول لك كلمت القاضي قال لي لو سددت المبلغ اروح ارفع دعوه. لا، تقدر ترفع دعوه عليه وتقدر تاخذ نفس الحكم ويلزموه. هو راتب 24,000. راتب 24,000 ومعي تعريفه بالكلام هذا، ورحت للقاضي قال لي لا ما في. تقدر اللي صار فيك كله تسويه فيه، ترفع دعوة. طيب عليه. طيب انا اخوك السنة دي وين اروح وين ادورها؟ من حق القاضي يسني سنة؟ لانك ما سددت، من حقه سنة كاملة، لانه ما ثبت له انك انت معسر، او ثبت له انك بتسدد. يعني هي مسألة على فكرة، على فكرة هي مسألة تقديرية للقاضي، مسألة طول المدة او قصرها. يعني هو استفسر عن طريق مؤسسة النقد، ما حصل عندي غير الدخل هذا، انا موظف عمارة مكة المكرمة، ما حصل الدخل هذا، فسجلني سنة
فلوس أولادي متبهدلين وحرمتي شو براحت الأهلة يعني أموره كل أموري كلها رجعت رأسنا العقب. طيب أوكي أنا بقول لك شغلة أنت أرفع دعوة عليه ومن حقك الطالب بتعويض عن السنة اللي أنت عانيت فيها من ضرر. طيب يا محامي بذكرك بحاجة. فضل. المشكلة اللي أنا كنت ماخذ منه مقصاد وإنهم دحين كلهم اشتكوا فأنا خشيت في دوامة الديون يعني ما عندي حل إلا أسيب العمل هذا. طيب الآن تسمع الرد. شكرا لك يا أخوي حسن. الله يخليك. أهلا وسهلا حياك الله. طيب ناخذ اتصال ثاني بس نشوف شو طيب. ألو 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 طلع لي طيب ما هي معنا دي مع البطاريات. ألو 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 هلا والله ممكن أكلم كنترول تحت؟ شلون كنترول تحت الهواء يعني؟ إيه طيب بتنتظرين يمكن 8 دقائق زين؟ طيب يلا حيا. ألو 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 هلا والله ألو السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. الله حياك. أقدر أكلم محمد؟ تعرف عليك؟ والله الحمد لله معك أحمد علي من المدينة. هلا يا أحمد تفضل يسمعك أبو عبد الرحمن. يزيد فضلك يا طويل العمر. عندي أخوي والله كمسوي كان حادث من حوالي شهرين كذا. أيوة. هو كان متسبب في الحادث وفي واحد توفى. والقاضي حكم عليه دية لمدة دية مدة إيش اسمها 300,000. إيه. ألو معي. إيه تفضل اسمعك تفضل. أيوة حكم على القاضي 300,000 وأخوي معسر يعني وما عنده أي دخل لا أنا ولا أبوي ولا أي حق يعني هو دحين مسجون لا ممكن تقريبا حوالي 4 شهور. صدر حكم بعساره ولا لا؟ لا لسه. هذه العسارة والله دوبني سمعتها منك يعني بس ما فهمت يعني إيش شروطه وكيف تثبتها للقاضي زي كذا. هو الإعسار زي الإفلاس إنه ما في مصدر دخل ما في اي مصدر دخل يعني القاضي عند القاضي واتكلم للقاضي اقول له انا معسر وما عندي شيء وما اقدر ادفع الديه يعني انت تعرض الموضوع على القاضي والقاضي ينظر لانه عنده اجراءات في الاعسار يتخذها القاضي يتحقق. تنصحني كيف اوكل محامي ولا اطلع كذا بروحي كذا عند القاضي؟ والله ما محامي ممكن لان المحامي ياخذ منك اتعاب واذا رحت بنفسك برضو يعني القضاء ما يعني يستقبلوك ليش لا يعني إذا أحسنت عرض تأخذ لها كذا وقت يعني. والله الوقت هذا ما هو ما تقدر تسيطر عليه في المحكمة. الوقت هذا اللي مرتبط مواعيد جلسات ناس مرتبط بوقت القاضي مرتبط يعني هو دحين موجود يعني حوالي 4 شهور يعني في مجال في أمل إنه يطلع يعني إذا ثبت إنه معسر وما في أي دخل يعني. والله إن ثبت إعساره وتحقق أيوه. لازم يصدر حكم بالإعسار. لابد إذا ثبت إنه معسر زي كذا يعني من حق القاضي على طول إنه يصدر أمر ويلغي الدية. ايوه هذا نظره قلت لك نظره شرعيه للاعسار نظره قضائيه القاضي طيب يتحقق. وهل الدم يعني ايش يسوي يعني مو لانه هذا اصلا هو اصلا ديه حق خاص للناس أيوة. يعني هذا حق لهم لكن اذا ما يقدر يسدد أيوة. ما حيقعد طول عمره في السجن الا طيب. اذا راى القاضي انه هو يسجن. شكرا لك اخوي احمد يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. هلا وسهلا حياك. هلا وسهلا. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام. برنامج صحيح. تفضل انت على الهواء. لو سمحت اكسر على الراديو اسمعني من التليفون لا تسمعني من الراديو. طيب. الله يحفظك. بس حبيت استفسر عن اني مريت قطر قبل شهر كذا وحصلت لي شركه اللي هو يسمونها سياحيه مع استاذي. تفضل. وسويت عقد معهم اني فرضا اتملك يعني شاليه عندهم او زي كذا. المهم مكتوب في العقد انه في شرط جزائي في حال عدم يعني اني اواصل معهم. اعطيتهم جزء دفعه بسيطه يعني. فالان يقولوا يعني ما معك مجال انك تترك فرضا المشروع هذا لازم تواصل معنا. طيب نتعرف عليك. هذا يلزمني بالسداد. زين نتعرف عليك. ابو فهد معك. اول شيء من ابو فهد. شركه قطريه. شركه طبعا هي في قطر طبعا الشركه. في قطر. شركه سياحيه يعني. طيب وفي بينك وبينهم عقد صحيح؟ نعم. طيب العقد هذا اول شيء طبعا لازم يقرا هذا العقد عشان يعطيك راي قانوني سليم فيه. هذه نقطه. النقطه طيب. الثانيه تخضع حسب جهه التقاضي تخضع للقانون القطري وليس للسعودي. انا قصدي ممكن انه يوصل التطالب يعني الطلب لهم الى السعوديه هنا يعني. طبعا ممكن يطلبوك. لان ما في سلعه ولا استلمت سلعه ولا شيء بس لا هو عشان تشوف انه العقد هل
ملزم لك او غير ملزم، هذا لازم يقرا بنود العقد ويعطيك الراي فيه مضبوط، يعني ما تقدر تاخذ الراي حتى لو ما استلمت لا سلعه ولا شيء. لا انت هذا عقد تملك، هذا يسموه في الشرع عقد استصناع، انت قاعد تشتري حاجه مبنيه ما هي مبنيه ولكنها على الخريطه صح؟ نعم، يعني وروك ثلوجات وروك هذا صح ولا لا؟ اي نعم. ومقابل تدفع دفع، والدفع ويسلموك في تاريخ معين صح؟ صحيح. طيب هذا ما في حاجة، العقد صحيح من ناحية قانونية وشرعية صحيح، بس إيش الالتزامات اللي تحق لك فسخ العقد أو الاستمرار فيه؟ هذا لازم كل عقد له شروطه. طيب أي استفسار ثاني أبو فهد؟ أي نعم. الله يسعدك، شكرا. هلا وسهلا، حياك الله. نأخذ اتصال بعد. ألو. طيب شكرا لك. ابو عبد الرحمن يبينا نشوف موضوع العسار هذا، يعني ترتب لنا كذا حلقه. عجبك؟ لا، لانه في اسئله كثيره فيه. أيه يعني صحيح. وانا يعني نتكلم فيه من اول، يعني احس انه في ثغرات كثيره. مضبوط. طيب ممتاز. يعني. شكلي باخذ دوره عندك ابو عبد الرحمن. ما شاء الله لك محتاج. الله يعطيك العافيه، تسلم. الله. طيب معنا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. معك محمد حامد الحرقه. من وين تكلمنا اخوي محمد؟ من جده. تفضل، يسمعك ابو عبد الرحمن. اول شيء عندي مداخله كذا، انه في واحد يعني جثه يحكونه فيها، قاعد ينصح ولده يقول يا ولدي ابعد عن الشوك. صدقت. فالولد ما يعرف ايش الشوك هذا، على باله انه الشوك اللي في الارض. فلما توفى ابوه سال بعدين ناس كبار في السن، قالوا له الشوك اللي هو السين شراكه والكاف كفاله والواو وكاله. صحيح. فهذه يعني المداخلة اللي عندي. وسؤال كذا، أنا إذا مثلا جاني أحرجني شخص قريب أو شيء وطلب مني كفالة، وتعرف صعب، من الصعب جدا أنه مثلا الأقرباء يعني خصوصا يعني خال العم تكفلوا وترفض أنك تكفلوا. أيوه. فايش الحل يعني في الاجراء هذا اذا كان اسهل طريق انه تقول له نصيحه جدك؟ تقول له نصيحه جدك. الله يعيني ان شاء الله. اي لانه ما فيها، اذا يا تستعد بالاستداد زي ما قلنا ولا حتطبق. في حلول ثانيه كثيره عادي يعني. نصيحه الشايب هي ترى كويسه، خليك فيها. شكرا لك يا اخوي محمد، حياك الله. اهلا وسهلا. يقدر ابو عبد الرحمن مثلا يقول له والله انا كافل، واحد ثاني ما يسمحوا لي، العمل رفض يعطيني تعريف، يعني من الاشياء. اقول لك شغله، قول. ترى الواحد اذا يبغى يهرب يعرف يهرب. أي اكيد. أي. الان صارت هذا، بس انا اكلمك عن نفسي. لو يجيني واحد يقول لي اكفلني، اقول له لا، ما في داعي تهرب، اني ما استطيع كذا. ليش ما انا اجاوب اجابه صحيحه؟ يا اخي ما اقدر التزم بهذا المبلغ، ما اقدر عليه فعلا. عيب؟ ما هي عيب، بس المشكلة الناس تعودت مجاملات تجامل بعض. لازم أنا أقول أخي والله ما أقدر، تكون فيه شفافية عادية. طيب قبل أن أخذ اتصال أبو عبد الرحمن، خلنا نرجع لموضوع حسن المالكي اللي انسجن سنة وبعدين. طب أنا عندي سؤال هنا، الآن الشخص اللي أنا كفلته موجود ويستلم راتب، وشلون أنا انسجن؟ يعني هو إذا أنت رفضت مثلا، أنا كفلتك وأنت رفضت تسدد، بس أنت ما زلت بوظيفتك تروح تيجي مبسوط، أنا انسجن. أحسنت. أول شيء أتذكر مثلا في أول الحلقة إيش قلت أنا؟ قلت لك أنه التضامن تجعل الدائن يرجع على اللي يبغاه أو يرجع على الاثنين. الدائن رفع عليه، هو ما رفع على هذا شكله، أو ما قدر يجيبه. بس إذا الرجل موجود ويقول لك راتب 24 التضامن في الذمة المالية زي ما قلت لك، يحق لي أرجع على الكفيل وأرجع أو على المكفول أو على الاثنين مع بعض. طب أنا كحسن يوم بديت أروح وقالوا تعال وبدأت المحاكمة تيجي وقبل يصدر حكم، يعني ليش هل لو رفعت أنا دعوة على طول أقول لهم يا جماعة ترى الرجل موجود؟ أيوه، يرفع عليه دعوة ويلزمه بالمبلغ، ياخذ عليه حكم بكامل المبلغ. هذا الكلام اللي أنا قلته. طب هل أنا أسجن؟ هنا السؤال. تسجن أنك ما سددت، بس الرجل موجود يا جماعة روحوا. يعني الشيخ الآن يوم أطلق سراحه، القاضي أطلق سراحه وقسم الراتب، اطلق السراح. انا ما عندي مشكله في اطلاق السراح، بس المشكله ليش سجنتني انا طالما الرجال اللي انا كفلته موجود؟ اقول لك سجنتك لانه عليك حكم وما نفذته. طب الرجل اللي انا كفلته موجود ويشتغل، ارفع دعوه. طيب ما منعك النظام انك ترفع دعوه؟ ارفع دعوه. كم تبي تاخذ وقت؟ يعني انا بنسجن منه لين ترفع الدعوه
ما الرجل شفت واضح انه تعامل مع القضيه بغير علم يعني واضح. بعد المداوله مع فيصل الصيخان والمحامي محمد الديني. طيب نرجع ناخذ اتصالات ونشوف. عندي استفسارات كثيره. الو الو هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. معك محمد من مكه يا صاحبي. اهلا يا محمد تفضل. الله يسعدك. انا عندي استفسار للمحامي بس ما ادري بخصوص ما هو اراضي ماشيه. يلا تفضل. شوف الله يسعدك. الوالد عندي باع ماشيه تقريبا قبل عام 1415. نعم. وكان ماخذين الكفالة عن طريق معرفة فقط انه يعرف حرمته وحرمته كانت تشتغل قريب مننا فطلق الحرمة وشرد من ديرته وروح قدمنا على المحكمة اكثر من مرة استدعوه ما في امل واليوم اقذى ما اخذ حقه. ايش الطريقة المثالية يعني هذا الكفيل يعني هذا الكفيل مو الكفيل ما في كفالة فقط انه شهود اثنين وعقد. هذا المشتري قصدك؟ اي مشتري. طيب يعطيك العافية اسمع الإجابة. شكرا لك أخوي محمد. ألو سهل. بسيطة الموضوع يعني هو يرفع ويقول لك ما لقي. طبعا في عند القاضي إجراءات إن هو الآن في إجراءات يقدر يأخذها لإجباره على الحضور منها عن طريق البحث الجنائي منها عن طريق إيقاف الحاسب الآلي ومعاملاته الحكومية. في شيء في النظام وتطلب من القاضي ممكن إنه يعلن عن موعد الجلسة في الجرائد الرسمية إذا ما صار أي ما حضر يوم الجلسة يصدر القاضي عليه حكم غيابي. هذا حسب النظام. طيب هل أنا ملزم بإعلان ثلاث جلسات؟ لا نعرف الأولى الثانية الثالثة. الأولى الثانية بس أسوي إعلان مرتين. أيوة. إما جاء أيوة. إذا ما جاء يصدر القاضي حكم غيابي. طيب ممتاز. نأخذ اتصال بعد. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. الله يحفظك. حبيت أستفسر عن المعرف. طيب نتعرف عليك أول عشان قبل تسأل عن المعرف. عبد العزيز الغامدي. من وين تكلمنا أخوي عبد العزيز؟ من الرياض. الله يحفظك. تفضل. حبيت أسأل عن المعرف هل لأن أغلب الشركات بتكتب تحت اسم الكفيل ثم بينزلوا تحت بيكتبوا تحت بيضيفوا يكتبوا المعرف. هل المعرف بيلحقوا نفس مشكلة الكفيل في حال عدم السداد؟ نعم. سؤال واضح. اسمع الإجابة الآن أخي عبد العزيز. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا. هلا وسهلا. حياك الله. المعرف اللي يعرف الشخص بس يعرف عنه بس. ما عليه أي شيء. ما عليه التزام. في بكرة قضايا شيء ما. بس الكفيل هو الملتزم. طيب ممتاز. بعد معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فيصل؟ بخير الله يسلمك إن شاء الله. تعرف عليك. معك عثمان يا فيصل. عثمان. عدنان. من وين تكلمنا عدنان؟ من مكة يا فيصل. تفضل. كيف حالك طيب؟ الله يرضى عليك ويسلمك إن شاء الله. أقول لك بغيت أسأل المحامي هل يوجد قضايا للموظفين أو حاجة باسم قضية يعني إرهاب وظيفي؟ فهمت السؤال. إرهاب وظيفي؟ هل يوجد يعني إرهاب وظيفي؟ أيوة يعني تحت بند المصلحة العامة اللي هو النقل التعسفي والضغط على الموظف تحت. إيه هذا ما اسمه ما إيش دخل ترهيب هذا. ترهيب تقصد؟ ترهيب دخلتنا في الارهاب والله يعني يرهب في وظيفته يضغط عليه. فهمت عليك. طيب تحت المصلحه العامه اللي تستعمل يمكن نقل تعسفي قصدك والله مره واحده قصدك نقل تعسفي يعني إيه نقل تعسفي تحت المصلحه العامه باسم المصلحه العامه يتطلب عملك في المكان الفلاني هو اصلا ما يتطلب لكن هو استغل المصلحه العامه للضغط عليك. طيب تسمع تسمع الاجابه الان. شكرا لك اخوي عدنان. الله يسهل حياك الله. يقصد الترهيب الوظيفي. إيه. بغينا نمشي انا بعد طبعا في النقل التعسفي والنقل ولكن كل هو يقول لك كيف اثبتها. اذا ما ثبت فعلا هو طبعا يحق له كموظف عام يرفع دعوى انه هذا النقل تعسفي او هذا المسؤول تعسف معه في استخدام حقه او استخدام النظام. ولكن إن لم يستطع إثبات ذلك النقل هذا يعتبر صحيح لكن لابد يثبت أنه هذا النقل فيه تعسف عليه. يعني في أحيانا أدلة واقعية أو منطقية عدم وجود شواغر عدم وجود حاجة محتياج يعني في أشياء كذا يلمسها القاضي يعني من خلال هذا. ممتاز. طيب نأخذ بعد اتصال. ألو ألو يلا عطنا العقبة. ألو
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يحييك. البرنامج هذا ولا انا غلطان؟ لا ما انت بغلطان، وصلت، بس نتعرف عليك. يعطيك العافيه. معك عبد الله عيسى الصنيخ. من وين تكلمنا اخوي عبد الله؟ اكلمك من الشرقيه من الحسن. تفضل، يسمعك المحامي استاذ محمد. جزاك الله. انا كفي لي واحد للحكومه، كان مطلوب من الحكومه بمبلغ 50. نعم. الرجال هذا رافض انه يراجع الحكومه او انه يسدد المبلغ. فشو الطريق اللي اقدر اتبعها وياه؟ يعني هل انا اقدر اني، لان انا ادل البيت واعرفه شخصيا. ايوه. له صله غرابه فيني زي كذا، فاعرف اقدر اني اجيبه. بس يوم تكلمت يا الحكومه ان احاول انه يعني باي طريقه ان اقدر اجيب الشخص، قالوا لي لا، هو يجي من نفسه. نعم. فهل اقدر يعني في طريقه مثلا اني اقدر اجيب الشخص هذا للحكومه او تقدر. او اني اسدد المبلغ او كيف يعني؟ شوف، طالما انت كفيل ملزم بالسداد، ولكن من حقك رفع دعوه عليه والزامه. لكن هو الدعوه قبل اني اسدد المبلغ حاليا يعني. لا، هو هم كم مره يطلبوني؟ هم بيطلبونك ولازم تسدد، ترى ما بين ما راح ينتظروا الدعوه. هو انا متعطل كل اموري على ان المبلغ هذا يعني انا فاهم. اي نعم، افهم ايش تقول وفاهم ايش تقصد، لكن لازم ترجع عليه بدعوه، والسداد لازم تسدد عشان تحل مشاكلك مع الدوله اذا في شيء. نعم. طيب شكرا لك اخوي، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني. الو. الو. هلا والله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. الو. ايوه. تعرف عليك؟ شريفه من المدينه. شريف؟ شريفه. شريفه، تفضلي يا شريفه. وش استفسارك؟ انا ابغى استفسر عن قضيه كذا حق ابويا. قبل سنتين يمكن، ولين دحين ابويا ما رجع. ابويا قبل سنتين سجن 6 شهور عشان. طيب للأسف انقطع الخط، ارجعي كلمينا شريفة. ألو. ألو. هلا والله. ممكن أكلم الكنترول تحت الهواء؟ طيب هذا الكنترول معك، لحظة ناخذ اتصال. ألو. 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 هلا والله، حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تعرف عليك. الله بخير. معك فهد دحية كرشي من أخوك. من وين تكلمنا فهد؟ من جدة طال عمرك. تفضل، يسمعك أبو عبد الرحمن. يسعدك الله. يسعدك أنت أبو عبد الرحمن. تسلم. الله يسعدك. الله العظيم عليك. موضوع صراحة مرة ممتاز، ما بقول لك لا، بس بيجيب مشاكل. طيب صراحة يعني أنا سمعت الموضوع وسمعت أكثر المشاكل اللي ما يسدد. طيب معلش يعني لما تروح الحكومة نفس النظام، بتقول لهم أنا الفلان فلان كفاني وما بيدفع، طيب إيش نسوي؟ إيش الحل اللي ممكن يعني وممكن كمان معلش إذا في فائدة كمان تفيدني فيها؟ طيب الكفالة دي ما في طريقة ثانية. أنا شخص يا أخي عندي مشاريع، شخص عندي أبا نمي حياتي يا أخي، ماني قادر. واحد شخص عمره تقريبا 28 واصل 29 ولسه له مالك بيت ولا مالك سيارة زي الناس ولا مالك وظيفة زي الناس، يعني إيش بيسوي؟ سؤالك يا يعني فهد. تم. سؤالك يا فهد وشو؟ والله زعلان زعلان، يعني إحنا نضحي كل اللي قدامنا اللي ورانا عشان نتزوجنا ونملك بيوتنا ونكون أنفسنا وإحنا عز شبابنا. فهد يعني. ما فينا الشيء اللي يساعدنا وأنا أخوك. دق تفضفض يعني عندنا. بنقدم عليها ما إحنا قادرين ليه؟ متضايق يا فهد ودق تفضفض عندنا يعني؟ والله متضايق جدا يا اخي، هذا قد الدرب. كل واحد يجي يقول لك شركه شركه. طيب شركه وش بلا يعني؟ طيب. حتى الشركات ما هم قادر تقدر اوضاعهم. طيب يعطيك العافيه. في امان يعني. يعطيك العافيه، شكرا لك يا فهد. هلا وسهلا، حياك الله. طيب ناخذ اتصال بعد. الو. زعلان فهد. الو. هلا والله. السلام عليكم. السلام، تعرف عليك. سلام. عبد الله من جده. حياك الله، تفضل اخوي عبد الله. اخو اللي قبل شوي نفس علينا وعليه ما يخالف، هيكون انت مثله بعد. لا يلا تفضل. كلنا موفي عاد عادي الحمد لله على كل حال. الحمد لله. سؤالي اقول لك بالنسبه اللي انضمت مكتب العمل الحين المفترض انه مكتب العمل ما احنا ما نعرف هو والله يطبق هذا النظام حق ال 40 ساعه ولا اذا الاخ القانوني والله عنده فكره، محامي عنده فكره عن عدد الساعات اللي هي القطاع الخاص على ساعات العمل كم صارت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا يشبرك الشركة الخاصة إنه أنت تداوم أكثر من عدد
ساعات اللي هي النظام القديم اللي هي أكثر من 8 ساعات وفي نفس الوقت إنه هو ما يدونها. المشكلة إنه كمان ما تقدر تمسك عليه شيء, يعني في التايم شيت ما يطلع إنه والله إنه أنت هو يجبرك إنه أنت تداوم أكثر من 8 ساعات. كيف الطريقة أو كيف الشيء اللي أنت تقدر يعني تحفظ حقك فيه أو تقدر فيه؟ طيب وش الإجراء, وش الإجراء اللي يعني فين في مكتب؟ يعني ما في حضور انصراف, حضور, حضور الكتروني ما في. هو في الحضور الالكتروني بس انت عاده هو يخصم لما يعني ايش اقول لك, عاملها بطريقه يعني الدخول يجبرك عليه بس هو في الخروج مو يعني مو حاطط لك الليمت حقك عشان انت تقعد. لكن انت لو مثلا نزلت قبل الساعه هاي تلاقيها منك في التوتال بعدين الاخير يجي يخصم لك ما يوضح لك يعني مو واضح. لما تيجي انت حتقاضي انا ماني عارف هو حي كيف حيطلع لك اياها او كيف يتفاهم معك. طيب وضحت اخوي عبد الله, اسمع الاجابه الان, يعطيك العافيه. اهلا وسهلا, تفضل ابو عبد الرحمن. هو سؤال يتعلق بالاثبات, هو يقول لك اقدر ارجع مكتب عمل؟ نعم تستطيع ان تراجع مكتب العمل وترفع تقدم شكوى في هذه النقطه. موضوع الثمان ساعات, موضوع الثمان ساعات ان اكثر من ثمان ساعات هذه شكواك تكون كذا وتطلب وتدعي في دعواك انه ما فيه طريقه للاثبات, يعني هم ممكن يسووا على جوله تفتيشيه او لجنه ويتاكدوا من صحه كلامه. لا هو الان استفساره انه صدر قبل فتره انه موضوع الثمان ساعات, موضوع الغاء الخميس, بس اتوقع الاشياء هذه الان موجوده في الخدمات الالكترونيه, يقدر يدخل شيء صح ان كلها موجوده ما في شيء. كل شيء موجود الان بالنسبه للانظمه, ما يصدر من انظمه. وهذه انصح فيها ترى دائما الناس, انا انه دائما خلك على الاطلاع, الان صار كل شيء بالكمبيوتر. الان يمكن الواحد لو يروح مكتب العمل هل مثلا يلقى كتيب عندهم الاشياء؟ انا بعرف وش الحقوق والانظمه والقوانين, القى شيء موجود هناك؟ طبعا شوف في وزاره الماليه الانظمه تاخذها باسعار رمزيه, تشتريها بأسعار بريال بريالين بثلاث ريال. أوكي. أنظمة البلد كلها والآن أصبحت موجودة, ما يحتاج تروح على الإنترنت. الإنترنت أدخل أي نظام تبغاه تحطه في جوالك, لو في الآيفون تحطها وتطلع. وتدري وش المشكلة عبد الرحمن؟ يمكن الأغلب يعرف الأنظمة لكن يخشون من شيء واحد, تفسيرها. لا نعم. يعني أنا أروح وأدعي وكل شيء وأكسب القضية استقعاد, يقول لك هذا بيقعد لي فعلا, لا في المميزات, لا في البونص, لا في الزيادات علاوات. يعني علاقتك بتصير في مديرك او الجهه القانونيه في الشركه اللي انت شغال فيها علاقه شائكه, فالاغلب يقول لك انا اسكت. وهذا الخطا, سكوت فلان وفلان 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 خلى يعني ما نبقايل الكل بس معظم الشركات انها تضغط على الموظفين. وذا رغم ان مكتب العمل او نظام العمل والعمال كفل الحمايه اثناء العمل, كيف الحماية الموظف أثناء العمل؟ طيب احنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم يا أبو عبد الرحمن, كل الشكر والتقدير لك, يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. ولا تنسى لي موضوع الصك العسار اللي ما عنده فلوس وش الحالات اللي أبشر تمر علينا. طيب مستمعينا كل الشكر والتقدير لكم, صراحة الوقت ما ينمل مع أبو عبد الرحمن. الله يسلمك إن شاء الله. لكن إذا ربي أحيانا موعدنا الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله نفس الموعد من الرابع على الخامسة. تقبلوا تحيات أخوكم فيصل الصيخان وعساكم على القوة.